تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، أقامت الوزارة احتفالية بمناسبة يوم المعلم العالمي. حضرها مئات من المعلمين والمعلمات ومسؤولي وزارتي التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، وذلك بصالة الوزارة بمدينة عيسى. وخلال الحفل ألقى سعادة وزير التربية والتعليم كلمة عبر فيها عن تقديره واحترامه واعتزازه بما يبذله المعلمون والمعلمات في الميدان التربوي. وأشار سعادة الوزير إلى أن هذا الاحتفاء يأتي في خضم النهضة التعليمية المشهودة في ظل مسيرة الخير والبناء والنماء المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مثمنا الحرص الكبير والاهتمام الدائم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما يليه من اهتمام كبير بالارتقاء بالمنظومة التربوية وتحسين مستوى المخرجات التعليمية. ثم قدم سعادة الوزير عرضا تضمن عدة محاور مثلت اهتمام الوزارة البالغ بالمعلمين واحترام الأدوار التي يقومون بها والمهام التي يطلعون بها وتقدير الجهود التي يبذلونها في المدارس، معلنا في الوقت ذاته عن ترقية عدد كبير من المعلمين إلى معلمين أوائل. كما كرم سعادته أيضا المعلمتين كوثر جعفر حمزة من مدرسة القادسية الابتدائية للبنات وزينب سعيد سلمان من مدرسة عالية الإعدادية للبنات بمناسبة تحقيقهما مركزين متقدمين في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم ووصولهما إلى المراحل النهائية في الجائزة. وزارة التربية والتعليم تحتفي بالمعلمين اليوم نظير ما يقدمونه من جهود وتضحيات في الواقع لتقديم العلم والمعرفة لأبنائنا الطلبة في جميع المدارس سواء كانت الحكومية والخاصة وجميع المؤسسات التعليمية. المعلم البحريني يحظى بكل الرعاية والدعم من الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو جزء من الخطط والبرامج والمشاريع التي تسعى إلى تطوير العملية التعليمية. واليوم طبعا هذا احتفال رمزي، ولكن في الواقع الاحتفال والاحتفاء بالمعلم هو في كل يوم دراسي وعلى امتداد العام الدراسي. طبعا استعرضنا اليوم امام جميع المعلمين المشاركين، وبلغ عددهم اكثر من 500 معلم ومعلمه من مختلف مدارس البحرين، من جميع مدارس البحرين في الاحرى، مختلف المنجزات التي تحققت على المستوى التعليمي والتي كان للمعلمين في الواقع دور اساسي باعتبارهم حجر الزاويه في انجازها وتحقيقها. دور وطني ومعرفي وإنساني يطلع به المعلمون في حفظ المجتمع وتنميته وتعليمه والارتقاء به، وبالرسالة السامية والمقدسة التي يحملونها على عاتقهم خلقوا جيلا واعيا قادرا على خدمة وطنه ومجتمعه. الاحتفاء بيوم المعلم جدا جدا شيء متميز، وتقدير وإجلال وتكريم إلى المعلم لما يبذله من جهود جبارة في ظل مسيرة التعليم والتعلم. الجهود اللي يبذلها المعلم جهود غير، يعني الجهود اللي يبذلها بتكون غير طبيعية، الجهود من أجل صحته، من أجل التعليم. المعلم شمعة يفني نفسه حتى ينير للآخرين دروبهم. في هذا اليوم البهيج يوم المعلم العالمي نحن نستذكر ما قدمته مملكة البحرين وبالأخص وزارة التربية والتعليم من برامج تأهيلية ومسابقات كي تؤهل من قدرات المعلم، ونحن في هذا اليوم تم ترقيتنا المعلم أول بجهد بذلناه ولكن بعطاء كان مقدم من وزارة التربية والتعليم. وطبعا هذا اليوم العالمي للمعلم تحتفل فيه مو بس مملكة البحرين وإنما جميع أقطار العالم، والاهتمام في هذا اليوم من قبل وزارة التعليم خصوصا إحنا كمعلمين وترقينا إلى درجة معلم أول، فهو تشجيع للطاقات طاقات المعلمين في بذل المزيد من الجهود للرقي بالعملية التعليمية. وفي يوم المعلم تم ترقية 174 معلما بحرينيا من مختلف التخصصات إلى معلمين أوائل تقديرا لجهودهم في خدمة مسيرة التعليم في المملكة. أعبر عن شكري الكثير حق وزير التربية والتعليم نظير هذه الفرصة اللي قدمها لنا
بترقيتنا كمعلمين أوائل، شاكرين لكلمته جدا كانت مؤثرة وجدا تدفعنا إلى الدافعية للعطاء أكثر وأكثر، وكل الشكر لهم على هذا التقدير. سعيدة جدا في هذا اليوم في يوم المعلم أن يتم ترقيتنا إلى معلم أول، وأشكر سعادة الوزير على هذه الفرصة للترقي الوظيفي. الحرص الشديد على الاستمرار في تطوير البرامج والمبادرات كانت من أبرز النقاط التي تم التركيز عليها في هذه الاحتفالية، لما لها من دور كبير في الارتقاء بالكادر التعليمي وطبيعة الأعباء المهنية التي يقوم بها المعلم أثناء وخارج وقت الدوام الرسمي. المعلم هو الشريك الأول في بناء النهضة الوطنية، لقاء ما يبذله من دور تعليمي وتربوي فاعل وإسهاماته الجليلة في قرص القيم والمعرفة في نفوس الطلاب والطالبات. وتأتي هذه الاحتفالية لتكريم المعلم البحريني وتتويج جهوده ودوره التربوي الرئيسي في إخراج جيل متسلح بالعلم النافع. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.